السلام عليكم. حملة دشنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إحياء للذكرى الأولى لجريمة ميليشيا الحوثي والمخلوع بالتصفية الجسدية لأربعة من مشائخ آل عمر في البيضاء. التذكير بالجريمة التي تأتي في سياق جرائم وانتهاكات متعددة منذ أكثر من عامين بحق محافظة البيضاء وأبنائها من قبل التحالف الانقلابي. البيضاء مهبط قذائف الميليشيا وضربات التحالف والأباتشي الأمريكي، تعيش جحيما مزدوجا مع ارتفاع وتيرة الحديث عن التنظيمات المسلحة التي باتت تؤثر على البعد الوطني في المقاومة الشعبية. مشاهدينا الكرام، في ذكرى مجزرة آل عمر التي تأتي امتدادا لجرائم الميليشيا، نتساءل لماذا دفنت الجريمة حتى اليوم، وما مصير الجرائم هذه التي تحدث بالتوازي مع الحرب، بل وما هو مصير هذه المحافظة البعيدة عن دعم وإسناد الجيش الوطني والتحالف؟ إلى جانب ذلك، هل هناك مساعي لإغاثة أبناء هذه المحافظة، أم أنها أيضا تعيش بمعزل عن الجهود الإنسانية؟ ما الذي قدمه محافظ المحافظة المعين حديثا في إطار مهمته الجديدة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في حلقة المساء لهذه الليلة، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. باقين وصام الدين. هكذا تبدو البيضاء في تقاسيم هذا المحارب الذي يطوق عنقه علم الجمهورية. تقاطيع حادة وصلابة تمتد بامتداد الجبال وانتماء الأرض. إنها البيضاء المحافظة المعزولة عن دائرة الاهتمام إلا من ضربات الدرونز وجرائم الميليشيا اليومية. جريمة الغدر بحق مشايخ آل عمر محافظة البيضاء يكشف الوجه الحقيقي لسلوك الميليشيات الانقلابية من أجل الوصول إلى السلطة أمام الصمت الدولي. عام يمر على جريمة اغتيال أربعة من مشايخ قبيلة آل عمر بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء يحيي ناشطون الذكرى الأولى لهذه الجريمة. جريمة مشايخ آل عمر مديرية ذي ناعم محافظة البيضاء، لن نرضى إلا بإعدام المجرمين كاملا. قلنا في ذلك يمين ما نرضى لو ترجع البيضاء لضاء، الكل يتفضى ويترك كل حاجة تشغله. مناسبة للتذكير بالجرائم المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بحق محافظة البيضاء وأبنائها. كانت البيضاء فاتحة الحرب الانقلابية على المحافظات، ولأكثر من عامين تشهد جبهات البيضاء مواجهات عنيفة ومستمرة مع ميليشيا الحوثي وصالح. معركة غير متكافئة بين مقاتلين بأسلحة تقليدية وميليشيا تحارب بأسلحة وعتاد جيش منهوب، لكنها معركة استنزاف تخوضها الميليشيا وتستميت في السيطرة على هذه المحافظة العصية رغم الأثمان الباهظة التي يدفعها كلا الطرفين، ورغم الموقع الاستراتيجي لهذه المحافظة الذي يجعل منها خاصرة اليمن، إلا أنها لا تزال مغيبة عن الحضور الرسمي والإعلامي. التعيين الأخير لمنصب المحافظ قد يغير المعادلة كما يذهب مراقبون، خصوصا أن محافظها الأول كان قد أدرج في قائمة وزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أعطى انطباعا سلبيا عن البيضاء برمتها. فهل تتغير الصورة والحسابات عن البيضاء ويتحسن واقعها الآن؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب العميد حسين العمري رئيس المجلس الإعلامي لمحافظة البيضاء من ألمانيا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العميد. أهلا أختي آسيا، مساء الخير. أهلا بك معنا في المساء اليمني. بداية يعني نود أن نسألكم، كيف تمر عليكم وعلى أبناء محافظة البيضاء الذكرى الأولى للجريمة البشعة التي قتل فيها أربعة من مشائخ آل عمر في البيضاء؟ أخت آسيا، أولا دعني أشكرك وأشكر قناة بلقيس على اهتمامها في تغطية هذه الجريمة الشنيعة التي حصلت في مديرية ذي ناعم مشايخ قبائل آل عمر، والتي لم يحصل مثلها في البلاد على مدى العصور والتاريخ اليمني. أختي العزيزة، نحن اليوم نحيي ذكرى السنة الأولى لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيات خارج نطاق القانون وخارج نطاق العرف والسلف والشرع وكل القيم المجتمعية في اليمن، والتي
كانت فاجعة للجميع، لنا نحن أهل وأسر الشهداء وقبيلتهم ومحافظتهم البيضاء، بل اليمن عموما، حتى أنه استنكرها القادة في الميليشيات التي ارتكبتها القيادات العليا منها. ولكن نحن لا نثق بالقاتل أن يكون هو الجلاد وهو القاضي والحاكم. نعم، إذا في يعني مثل هذا ما اليوم هي في آخر ثلاثة ملابسات ثمانية القضية؟ تم أختي العزيزة، نحن طالبنا أن هذه الجريمة النكرة التي حصلت خارج نطاق القانون، أنها جريمة يجب أن يأخذ الجناة عقابهم الرادع والشرعي. ولكن مع الأسف لا يمكن أن يكون القاتل هو القاضي الذي ينصف المظلوم، فالقاتل لن تتحقق العدالة إلا بقتله. فطبعا القاضي هو يتبع هذه الميليشيات والمحكمة أيضا، فلا نؤمل ولا نثق بالمحكمة، بل أننا لا نعترف بها كأمر واقع، أننا نعلم مسبقا بأن الجناة لم يرتكبوا مثل هذه الجريمة، خاصة أنها يعني طالت كبار مشايخ آل عمر، القبيلة المعروفة لدى الجميع نعم. التي ضحت كثيرا. ولكن هذه الجريمة لم يسبق أن حصلت في البيضاء أو في اليمن بشكل عام، ونحن نطالب بتطبيق القصاص، ولكن لا نثق بالقاضي أو لا نثق بالمحكمة التي تجري أمامها مهزلة المحاكمة، فالجناة لم يرتكبوها إلا بأوامر عليا من قبل قياداتهم العليا، وعددهم يتجاوز 16 شخص بالإضافة إلى القيادات التي أمرت بارتكاب هذه الجريمة، والتي أرادوا أن يخفوها ويخفوا معالمها، لولا أن الله أراد أن يفضحهم ويكشفهم. وتم اكتشاف الجثث عن طريق أحد رعاة الأغنام نعم. في مجرى سيل، وتم الإبلاغ، وبعد التعرف ظهر أنهم مشايخ رحمة الله عليهم. ونحن نعاهد الله ونعاهد الوطن ونعاهد دماء الشهداء بأن دماءهم لن تذهب هدرا أطلقا إن شاء الله. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ صالح الرصاص، محافظ محافظة البيضاء من الرياض. مساء الخير أستاذ صالح، أهلا بك. بداية، ما الذي يمكن أن أستاذ صالح تسمعني؟ مرحبا، أهلا بك، الآن أسمعك جيدا. بداية أود أن أسمع منك، ما الذي يمكن قوله في الذكرى الأولى لجريمة آل عمر؟ مساء الخير، نشكركم على صح. الاستضافة، ونريد أن نقول جريمة ابن شيخ آل عمر جريمة بشعة. رحم الله مشايخ آل عمر، وهم من الشخصيات المعروفة والنزيهة والوطنية، وهم مغدورون بهم ولا يقرهم لا شرع ولا عرف ولا قانون، وهم مختطفين وعزل وتم قتلهم بطريقة بشعة. نعم سيادة المحافظ، يعني عندما تسلمتم المحافظة، نعلم أن الملف يعني تسلمتموها قريبا وملفات المحافظة عديدة. نعم نعم، هل تلقيتم وعود من قبل الرئيس هادي للالتفات لهذه المحافظة التي تعد منسية؟ كيف؟ يعني أثناء تلقيكم أو تعيينكم، هل تلقيتم أي وعود من القيادة العليا من الرئيس هادي للالتفات لهذه المحافظة؟ إن شاء الله في أمل كبير، وإن شاء الله أن نخرج بنتائج طيبة، وإن شاء الله تتحرر المحافظة البيضاء قريب العاجل إن شاء الله. بإذن تعالى. نود أيضا يعني أن نسألكم، ما هي خططكم لمحافظة البيضاء في الأيام القادمة؟ يعني هناك من يتفائلون بوجودكم، يعني سواء على صعيد التحرير أو على مستوى الخدمات الإنسانية التي يعاني منها أبناء المحافظة. إن شاء الله سوف نودي اهتمامنا بالمقاومة وملف الجرحى والشهداء ومعالجة الجرحى في الخارج. نعم،
إذن شكرا جزيلا لك أستاذ صالح محافظ محافظة البيضاء، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك عميد حسين. عميد حسين، يعني هذه الجريمة التي تم ارتكابها، يعني كيف كان واقعها النفسي الذي تركته على الناس يعني في البيضاء وفي البلد بشكل عام، خاصة وأنت تحدثني عن أنها جريمة يعني غريبة على المجتمع، غريبة على المجتمع اليمني الذي نعم، ما زلت معي عميد حسين؟ فقدنا الاتصال، لا بأس، سنعود الاتصال بك سيدة العميد، ونحن نتحدث عن آثار جريمة آل عمر، وبالتالي نتحدث عن محافظة البيضاء التي تعد منسية تماما من قبل جميع الجهات إلا من الضربات التي تتوالى عليها من كل جانب. محافظة البيضاء التي يراد لها أن تكون وكرا للإرهاب، رغم أنها لم يعني تكون كذلك بشهادة الكثير من الناشطين الذين ذهبوا للمحافظة وطرقوا أبواب ساكنيها، ولم يجدوا إلا سكان بسطاء يحلمون بعيش بسيط في ظل يعني أقل الممكنات منذ اجتياح الميليشيا لهذه المحافظة، والتي يعني قيل بأنها مقر للإرهاب، وربما رفعت مثل هذه الشعارات لكي يلتفت العالم الغربي للجائحة الحوثية وبأنهم هم من سيحررون هذه المحافظة. إذن ينضم معنا عبر الهاتف العميد ناصر سالم العمري، قائد القوات الخاصة في البيضاء من مأرب. مساء الخير سيادة العميد. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. بداية أود أن أسألك، يعني أن الرئيس هادي وجه بتكوين 3 ألوية للمشاركة في تحرير محافظة البيضاء، أين ذهبت هذه الألوية؟ أولا نشكر جلالة الجيش لتلمسها وأحيائها الذكرى الغادرة التي غدروا المشايخ الكرام. نعم. أسألك عن الـ3 ألوية التي تم الأمر بتشكيلها من قبل الرئيس هادي، ما هو مصيرها؟ والله على الـ3 ألوية لم يكن هناك واحد الذي تم تشكيله، ورحيم قوات الأمن الخاصة الذي هي على أرض الوادي. نعم. البقية فهي مقاومة شعبية، ولم يكن هناك أي لواء آخر، ونحن منتظرين فخامة الرئيس جعفر الخير هادي إصدار أوامره لتسليم بقية الألوية التي لا بد أن تكون متواجدة على أرض الواقع ويتم الترتيب لتحرير محافظة البيضاء. نعم، يعني اللواء الذي تم تشكيله ما الذي قدمه حتى الآن؟ والله اللواء 113 مشاة له مرابط حوالي 2 سنين، وفي كتائب مشاركة في فرض كلهم، وفي أكثر من 35 شهيد، أكثر من 200 جريح إلى حد الآن إلى هذه اللحظة. نعم، إذن يعني تفضل. إضافة إلى حرية وهي مرابطة في جبهة ديناعم من ضمن اللواء، تشكيلة اللواء. نعم. طيب سيادة العميد، يعني البيضاء يقال بأنها المدينة الوحيدة التي لا يشارك فيها الجيش أبناء المقاومة أو أفراد المقاومة في مواجهة الإنقلابيين، يعني هناك تساؤل، لماذا هذا التبرؤ من محافظة البيضاء وترك الناس فريسة لجرائم الحوثي؟ والله البيضاء هي خاصرة في اليمن، وهي أهم محافظة تعتبر في الجمهورية، وتربطها 4 أو 8 محافظات جنوبية، 4 محافظات جنوبية و4 شمالية. نعم. يعني 8 محافظات، فإذا أدرك السياسيين أهمية هذه المحافظة فهي ستوفر عليهم الدم والمال والجهد والوقت في تحريرها، وسوف يقطع دابر الإنقلابيين في الشمال والجنوب، لأنها تعتبر هي السريان لإمداد الجنوب وكذلك بعض المحافظات الشمالية.
نعم هي مكان استراتيجي لهذه المحافظه، ولكن لا ندري لماذا الدوله لم تركز يعني على تحرير هذه المحافظه المهمه جدا. نعم، اذا لماذا لم يدركوا حتى الان هذه الاهميه؟ يعني لا يعقل انهم لا يعلمون انها تحدها 8 محافظات من الشمال وتحدها 8 محافظات من الجنوب، وهي تعد شريان مهم كما تقول، وهي محافظه مهمه، يعني الم يلتفتوا او ينتبهوا لاهميتها بعد؟ هناك يعني ادعاء بان البيضاء فيها من يعني القاعدة وغير ذلك، وهذا الذي نشر الكلام مشايخ من البيضاء المتحوطين أطلقوا على أن هذه البيضاء هي وتر للقاعد، ولكن لا يتهمات أي وتر للقاعد في البيضاء، فأبناء البيضاء معروف تاريخهم من أيام الثورة 26 سبتمبر وحصار 70 أنهم يعني ثائرين، أبناء الثائرين، والآن تجدينهم في كل جبهة، في البدء، في الجوف، في مارب، في صعدة، في كل محافظة يوجد أبناء البيضاء، وحتى في المخاء في باب المندب لا حد الآن موجود مرابطين مع المقاومة، أبو جابر الغنيمي مع من أبناء المقاومة شارك في باب المندب وشارك في المخاء ومعسكر خالد، يعني كلها الآن موجودين مقاومة البيضاء في جميع محافظات الجمهورية. نعم، جميل هذا التواجد من أبناء محافظة البيضاء في كافة المناطق التي تعد مناطق اشتباكات، ولكن التساؤل أيضا لماذا تترك المحافظة دون يعني أن يلتفت إليها أحد؟ هل هناك أي خطوات جادة نحو يعني تشكيل الألوية المتبقية اللذين يعني أمر بهما الرئيس هادي بإمداد أفراد المقاومة بالمشاركة مع أفراد المقاومة من قبل الجيش لتحرير هذه المحافظة؟ نأمل من فخامة الرئيس أن يلتفت يا المحافظة في البيضاء بنفسه كريمة بأن يأمر بتسجيل بقية الألوية، وكذلك دعم الأمن الذي تخرجت عدة دفاع الآن مدربة على أحدث التدريبات، ولكن لا حياة لمن تنادي لنادي، حتى المرتبات لم يصرفوا مرتبات لقوات الأمن الخاصة لحد الآن، من شهر واحد إلى حد الآن لم يصرفوا المرتبات، ونادينا وأطلقنا مناشدة عبر قناة سهيل عبر موقع فيسبوك للقوات الخاصة صرف مرتبات الجنود، ولكن لا حد الآن لم يصرف لهم ولم يلتفت إليهم هذا الإهمال، لا ندري من وين يكون هذا الإهمال، هل هو من الدولة أم من أشخاص محسوبين على الحوثيين أو العفاشين لا زالوا وفق الشرعية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العميد ناصر سالم العمري قائد القوات الخاصة في البيضاء، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك عميد حسين. عميد، يعني كنت سألت قبل أن انقطع الاتصال حول تأثير هذه جريمة آل عمر بالطبع عن نفسية الناس في البيضاء وأيضا انعكاسها على الجمهورية بشكل عام، وأنت تحدثني كنت عن أنها جريمة غريبة على أبناء المحافظة، تسمعني؟ صوت، ما في صوت، لا تسمعني، ما في صوت أختي. إذن نحاول أن نرتب الصوت، أنا أسمعك جيدا إلى أن أعود إليك. تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة إشراق فضل عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات من الرياض. مساء الخير أستاذة إشراق. مساء النور، أهلا بك معنا أستاذة إشراق. أود أن أسألك عن محافظة البيضاء، أين هي ضمن يعني خارطتكم ل يعني رصد جرائم وانتهاكات تقام ضد أبناء المحافظة؟ بالنسبة لعمل اللجنة فهو يشمل جميع محافظات الجمهورية اليمنية، لكن ربما تركز على المحافظات الأكثر انتهاكا ومن تلك المحافظات هي محافظة البيضاء. بالتالي فإن خارطة عمل اللجنة تشمل هذه المحافظة بجميع مديرياتها عبر فريقها الميداني المتمثل بالرافدين، إضافة إلى النزول المباشر من قبل اللجنة لمحافظة البيضاء. ربما ما ذكرتموه في التقرير وفي حديثكم إضافة إلى حديث الضيوف هو جزء يسير من الانتهاكات المتواجدة في محافظة البيضاء التي تعددت بشكل كبير جدا وطال المدنيين وطال أيضا بشكل عام القرى والمساكن والأحياء وتعرضها للقصف والاستهداف، إضافة إلى أشكال مختلفة من الانتهاكات الأخرى.
نعم أستاذة إشراق، يعني كانت لك زيارة أخيرة لمحافظة البيضاء، نود أن تضعينا في صورة المحافظة، ما الذي شاهدتي؟ يعني ربما كانت هي الزيارة لي الأولى لمحافظة البيضاء بشكل عام يعني شخصيا، وجاءت ربما أثناء عملي في اللجنة الوطنية للتحقيق، وهي كنت أتمنى أن أرى محافظة البيضاء بصورة أفضل وبوقت أفضل من الوضع والظرف الصعب الذي يمر به المحافظة وأبنائها. بالفعل يعني هرني يعني حجم الدمار الكبير الذي وصل للأسف إلى قرى لا أتوقع أن هذه القرى هي عبارة عن أهداف عسكرية أو تواجد عسكري ممكن أن يحققوا منها نصر، ولهذا الخراب الكبير الذي طال بلا سيما المديريات التي قمنا بالجلوس بها بشكل كبير، وهي مديريات الزاهر ودي ناعم، هذه المديريتين ربما كثير من القرى والمناطق التي فيها يعني دمرت بالكامل، قرى أهاليها الغالبية نزحوا، كان استهداف الجميع للصغير والكبير للنساء والأطفال. وربما المؤسف في موضوع البيضاء بأنها مغيبة يعني إعلاميا، نتحدث ربما عن وقائع شهيرة حدثت لمدنيين، لكن هناك وقائع يومية تحدث كالمحافظات تقع بها تعرض لانتهاكات. وما يميز أو ربما ما يتم التركيز عليه في محافظة البيضاء بأنها كانت الأولى في مسألة الاستهداف، لأن غالبية المحافظات التي تم استهدافها كانت من مارس 2015، لكن محافظة البيضاء سبقت في تعرضها لهذه الانتهاكات من 24 سبتمبر 2014. ولهذا كما ذكرت بأن قابلنا الكثير من الضحايا مثل الأطفال والنساء، يعني لا سيما في مناطق كما ذكرت بعيدة عن أي تواجد عسكري، وبعيدة حتى أيضا عن مناطق الحرب، ومع هذا استهدفت بالصواريخ الكاتيوشا، استهدفت بالقذائف بالهاوزر بالهاون، استهدفت بمقذوفات أخرى يعني معدات جدا ثقيلة، إضافة كما ذكرت لمسألة التهجير أيضا لهذه المناطق بالاستهداف اليومي لهذه المناطق، أدى بأن كثير من مناطقهم دمرت أو أحيائهم منازلهم دمرت بالكامل، اضطروا للذهاب لمناطق بعيدة أقل أمانا، وفي كثير من الكلفة الاقتصادية وأيضا الكلفة النفسية. نعم أستاذ الشق، أود يعني أن أسألك أيضا عن لماذا يعني يراد للمحافظة أن تكون صورة أو قاعدة لتواجد الإرهاب، سواء القاعدة أو داعش، وربما ما روج له من فيديو اليوم بأن هناك يعني تنظيم داعش يقوم بقطع الرؤوس، وهناك إشارة بأنها من محافظة البيضاء ولا إشارة أخرى تدل على أنها في المحافظة، هناك صورة نمطية تراد لمحافظة البيضاء من السابق بأنها وكر الإرهاب. هناك صورة نمطية مسبقة من قبل الحرب، يعني كثير من الإعلام ومن النظام أيضا السابق قام بعملية إعطاء صورة نمطية كما ذكرتي أو سلبية عن محافظات معينة مثل البيضاء ومأرب والجوف وشبوة بأنها محافظات تحتوي الإرهاب. بالنسبة لي أنا ذكرت بعد الزيارة بأن زرنا أقل شيء ثلاث مديريات، هذه المديريات لم نشاهد فيها أي أشكال من أشكال التطرف أو من تواجد لأي أو تواجد لأي أشكال من المتطرفين أو الأشكال من كما ذكرتي عناوين الإرهاب. لكن هو مؤسف بالفعل بأن يتم عملية الخلط بين موضوع الانتهاكات وبين موضوع الوصمة بمسألة الإرهاب أو التطرف أو ما إلى ذلك. بالنسبة للجنة لم تصل لها أيضا بلاغات من مواطنين بأنهم تعرضوا كما ذكرت لمسألة التقطع ومسألة اعتداء عليهم من قبل تنظيمات متطرفة. ربما البلاغات الأكثر هي مسألة تعرض المارة من اليمنيين الذاهبين إلى مأرب أو النازلين إلى محافظات عدن وغيرها للاعتقال من قبل نقاط معينة، يعني نقطة مثلا نقطة أبو هاشم أو نقطة إدريس هذه اللي في منطقة رداع، هذه يتم بالفعل اعتقال فيها المواطنين ووضعهم في قلعة رداع أو قلعة العامرية الشهيرة، واحتجاز جميع غالبية اليمنيين العمال، ومن ثم ترحيلهم من هذه المحتجز الغير إنساني ونقلهم إلى سجن مركزي في محافظة إب، وهذا ربما من الأعمال التي يجب أن يتم تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام، بأن الطريق الوحيد الآمن الذي يوصل هو الطريق الرئيسي، يوصل ما بين صنعاء ومناطق الجنوب، وأيضا
كما ذكرت هذه أعتقد أن القضية هذه محتاجة تركيز كبير، لأن المعتقلين أعدادهم بالمئات يتواجدون في قلعة تاريخية يجب أن لا تتحول إلى معتقل أو إلى سجن أو إلى سجن أو معتقل أيا كان شكله. هذا أعتقد انتهاك جدا يتم التركيز عليه، لأنه يعني أثر على كثير عملية الحركة والتنقل والحق في مسألة الطريق الآمن. أمر آخر أيضا اشتهر في البيضاء وأرى يعني من الممكن أن يتم التركيز عليه مسألة القتل خارج نطاق القانون. يعني لم تكن حادثة قتل مشايخ آل عمر هي الأولى ولم تكن أيضا الأخيرة، نتلتها بعد ذلك أكثر من حادثتين قتل خارج نطاق القانون وجماعي أيضا بطريقة يعني جدا يعني مؤثرة وصعبة للغاية. وهذه من القضايا التي حققت فيها اللجنة وتم مقابلة ذوي الضحايا، الشهود أيضا، التقارير الطبية، عمل دراسة ملف، تم النزول أيضا الميداني وإجراء التحقيق الكامل يعني. ولهذا كما ذكرت يعني التسليط أقلها على الانتهاكات أفضل من عملية تحويل هذه المسار موضوع البيضاء إلى بأنها محطة إرهاب أو بأنها منطقة يعني موصومة بوجود متطرفين وما إلى ذلك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك إشراق فضل عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذا مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى سيادة العميد حسين. وأود أن أسألك، يعني هناك جرائم للحوثيين ما زالت مستمرة حتى اليوم، ربما الأستاذ أشرق طرقت لي العديد من هذه الجرائم، يعني قتل، اختطاف، طبعا قتل خارج القانون واختطاف وتفجير منازل. لماذا هذا التنكيل بالبيضاء بشكل خاص؟ هل يمكن أن نقول أنه له بعد تاريخي كون البيضاء من أوائل المحافظات يعني اللي قمنا بثورة ضد الإمامة؟ أختي آتي، أولا أشكر الأخت الحقوقية الأستاذة أشراق المقطري وأشكر الطاقم الحقوقي الذي عمل معها ومعهم المحامي الأستاذ حسين المشدلي الذي تم تكوين هذا الفريق الرائع بقرار جمهوري، وقد قاموا بعمل أكثر من رائع وأنجزوا تقرير حول الاختراقات وحول الانتهاكات الإنسانية من الميليشيات الحوثية وبعدة لغات، منها اللغة الإنجليزية، وأنا تسلمت نسخة باللغة العربية واللغة الإنجليزية وإن شاء الله سنقدمها لحقوق الإنسان قريبا. أعود لسؤالك والإجابة عليه عزيزتي. طبعا هناك إرث تاريخي بين أئمة الماضي وأئمة اليوم الممثلة بالميليشيات الحوثية والتي يزعمون أنهم أنصار الله، ولكن نقول لهم هيا أتي منكم أن تكونوا أنصار الله، فإن أنصار الله الحوريين عندما نصروا المسيح لم يقتلوا طفلا ولم يغدروا بمشايخ ولم يهدموا دارا ولم يفجروا مساجد، فمما لا شك فيه أن هناك ثار وحقد في قلوب هؤلاء من الخمسينيات أو من قبل، حتى أنني في وقت من الأوقات اكتشفت بأنهم لا زالوا يحقدون على البيضاء بأنهم من قتل أحد الأئمة قبل 350 عام عندما كان عائدا من حضرموت وحصل له كمين وأصيب وقتل أثر هذه الجراح ودفن في منطقة ثني حشيش. طبعا هم ينتقموا من البيضاء لأن البيضاء موقعها الاستراتيجي وهي صمام أمان للثورة والجمهورية، وهي من فك حصار السبعين ومن قاتل في نفس الجبال التي يختبئون فيها اليوم في مسور وفي صعدة وفي ضحيان. وصلوا أبناء البيضاء في ثورة 26 سبتمبر ورسخوا الحكم الجمهوري وكانوا هم السباقين، فلذلك لهم ثار. ثم أنهم يعتبروا أن أبناء البيضاء هم من قتل الإمام يحيى بن محمد ما كان يسمى بالإمام المنصور في حزية، ويعتبروا أنه ثار، فهم أتوا إلى البيضاء منتقمين رافعين شعار الموت. نحن نرفع شعار الحياة
للجميع في اليمن وهم يرفعون شعار الموت. لا يمكن أن يكون لهم هناك حاضنة في البيضاء لا من ناحية ثقافية ولا من ناحية إيديولوجية إطلاقا، ولن يطول بهم المقام في البيضاء إن شاء الله لولا الخذلان التي خذلت البيضاء حقيقة الأمر. نعم، يعني عند هذا الخذلان سيادة العميد أود أن أسألك، بداية عاصفة الحزم وجه رئيس الجمهورية بتكوين 3 ألوية لمحافظة البيضاء، للأسف يعني كان معنا العميد ناصر سالم العمري وهو قائد القوة الخاصة في البيضاء تحدث عن لواء واحد تم تشكيله وهو اللواء 113 مشاة، ماذا عن البقية؟ ويعني لماذا يعني رغم حديث العميد ناصر بأن أبناء محافظة البيضاء يشاركون الجيش في كل المحافظات متواجدون في كل الجبهات، إذا لماذا لا تنصر أيضا المحافظة كما بقية الأماكن؟ أختي آسيا، كما لا يخفى على الجميع بأن البيضاء حمشت سابقا ولاحقا وفي لقاء مع مشايخ وأعيان البيضاء وكوائد عسكرية التقوا بفخامة الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي، ما يعني أمر بتشكيل 3 ألوية، وتكون هذه الألوية مهمتها تحرير البيضاء وتطهيرها من الميليشيات وتأمينها، ولكن مع الأسف لم يعدوا هذا الأمر إلا حبر على ورق ولم ينفذ من قبل السلطات التنفيذية، ما عدا لواء سمي باللواء 117 على أساس أنه سيكون مهامه تحرير البيضاء، ولكن تم تجهيزه بمعدات خفيفة جدا، ومن ثم تم توجيه أن يكون باتجاه فرضة نعم، ولم يوصل فرد واحد من أفراد هذا اللواء إلى محافظة البيضاء. وأنا شخصيا قمت بتقديم دراسة أكاديمية لتشكيل الألوية النوعية، قام على إعدادها كوادر من أبناء البيضاء خريجين القيادة والأركان، وعلى رأسهم الأخ العميد الركن توفيق عبيد الخيفي وآخرين هم خريجين قيادة وأركان، وقدمنا هذه الدراسة للقيادة السياسية على أساس أنها تكون حجر الأساس لتأسيس ألوية نظامية مهنية حرفية على أساس أكاديمي، لكن مع الأسف لم يكن هناك أي اهتمام، والأمر في الأدراج أو قد يكون في سلة المهملات، ونحن من خلال شاشتكم الطيبة نناشد الأخ نائب القائد على القوات المسلحة الفريق علي المسجد الأحمر والأخ رئيس هيئة الأركان الركن محمد علي المقدشي أنهم عسكريين، وأن العسكرية تأتي في المقدمة تنفيذ الأوامر من القائد على القوات المسلحة. نتمنى أن نرى هذه الألوية أن تخرج إلى حيز التنفيذ وترى النور، وكوادر البيضاء من القيادات العسكرية هم أهلين تأهيل عالي، من هم من حاصل على درجة الماجستير والقيادة والأركان وما فوق، ولكن مع الأسف أن ضباطنا وكوادرنا لا يقدمون أي عمل نتيجة أهمالهم وتهميشهم، وبعضهم حتى مرتبة مع الأسف. إذن يعني لماذا برأيك هناك أيضا إهمال حقوقي وإعلامي لمحافظة البيضاء؟ يعني السؤال خاصة هذا آسيا يوجه، السؤال هذا يوجه للأخوة المسؤولين على رأسهم الأخ رئيس هيئة الأركان والأخ النائب علي محسن الأحمر. البيضاء لماذا أليست جزء من الجغرافيا اليمنية؟ أليست جزء من الجمهورية اليمنية؟ أليسوا أبناء البيضاء هم أول من قاوم الميليشيات الحوثية قبل أن يقاوم الفريق علي محسن وقبل أن يقاوم المشير عبد الرب منصور هادي؟ بعد أن خرجوا من صنعاء أول من وقف لهم وقاومهم هي قبائل قيفه الأبية، ومن ثم جبهة دينعم آل عمر وجبهة الزهر آل حميقان وجبهة الحازمية في الصومعة وجبهة الوهبية والسوادية وجميع مديريات البيضاء قاومت ومستعدة على المقاومة، ولكن الخذلان جعلهم يتراجعون خطوات. نعم، ما هو دوركم أنتم كأبناء محافظة البيضاء، يعني خاصة وأنا أتحدث مع رئيس المجلس الإعلامي للمحافظة؟ أختي العزيزة، لا يخفاك أن أبناء البيضاء يقومون بدور القوات المسلحة، وهم مقاومة شعبية بإمكانيات ذاتية، بل أن أغلبهم عاد إلى المخازن الأجداد وأخرج البنادق القديمة التي قاتلوا فيها الإباب في عام 1962 واستخدموها ضد الأمة الجدد بإمكانيات بسيطة أمام قوة تمتلك قوة دولة وإمكانيات دولة، بينما الطرف الآخر لا يوجد تكافؤ، هي إمكانيات ذاتية قبائل، والقبيلة مهما وصلت إمكانيتها لا ترقى إلى أن تكون متكافئة مع من يمتلك إمكانيات الدولة.
نعم. إذن يعني أود أن نتعرف يعني من خلالك كم مساحة البيضاء المحررة وكم تحت سيطرة الحوثيين؟ حقيقة الأمر أنا لا أريد أن أبالغ أو أكون متفائل كثيرا، مع الأسف الشديد أن محافظة البيضاء بنسبة 99.9% يسيطر عليها الميليشيات الحوثية. هناك مناطق بعيدة أو لا يصل إليها الحوثيين، هذه لم يكن فيها أي مواجهة، ولكن الجبهات الملتهبة هي تقريبا 5 جبهات، منها جبهة الأم، جبهة قيفة ورجال قيفة الأبطال، ثم جبهة ذي نعم آل عمر، وجبهة آل حميقان الزاهر جبهة كبيرة ومتوسعة، وجبهة الحازمية في أرض العزان. هناك مديريات تود أن تقاوم ولكن يرون الخذلان الذي خذلنا فيه نحن في ذي نعم آل عمر، وخذلوا في أخواننا آل حميقان في الزاهر وبقية المديريات التي قاومت، وقدمنا ما يربو على 400 شهيد في ذي نعم آل عمر وعند آل حميقان فقط في هاتين المديريتين، شهداءنا بغير مرتبات، شهداءنا بغير اهتمام، جرحانا يموتون لقل العلاج والأهمال، آخرها قيادي من جبهة ذي نعم آل عمر علوي البراشي أبو حمزة البراشي أحد القيادين الفارسين رحمه الله، توفى نتيجة الأهمال، وكان يعني يحتاج إلى عملية بسيطة في البطن وربط الأمعاء، وهذه ممكن يعملها يعني في أي مكان، ولكن تركت لأنه لا توجد إمكانيات، وانتقل إلى رحمة الله، وهذه نحملها المسؤولين الموجودين حاليا في السلطة الشرعية. نعم. إذن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ جار الله عمر، عفوا جار الله العمري، مديرية ذي ناعم وشقيق أحد ضحايا الجريمة من عدن. مساء الخير أستاذ جار الله. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا. أولا، ما الذي تقوله في الذكرى الأولى لحادثة قتل 4 مشايخ في البيضاء وأنت يعني شقيق أحد هؤلاء؟ أولا نشكركم على حسن الاستضافة والاهتمام في معاناة الناس، بخصوص هذه القضية نقول نؤكد للجميع أن هذه القضية ستبقى خالدة وستبقى في نفوسنا ما حيينا، سواء عن مر سنة مرور عليها سنة أو سنتين أو أكثر، فيما جرى فينا لا يمكن نسيانه مهما حيينا في هذه الدنيا. إذن هل هناك تحركات قانونية لمعاقبة الجناة؟ هناك نعم، هناك تحركات على أساس أن القضية هذه هي قضية أبناء المحافظة البيضاء بشكل خاص واليمن بشكل عام، وتركنا هذه القضية وخلينا القضية هذه تخص الجميع بالمحافظة سواء كان من كان. وجرت هناك تحركات وشكلت هناك لجنة وهناك متابعين وهناك محامين، وتركنا المجال مفتوح، لن نتخلى عن ناحيه القانون عن قضيتنا، لكن شكلنا اديان وشكلنا محامين وهناك متابعه، هناك استمرار المتابعه، ولكن الدوله دولتهم هذه الايام سواء في القضاء او في المجرم او في غيره. نعم. اذا يعني كونك مدير مديريه ذي ناعم، كيف تسير العمليه الاداريه والخدميه في هذه المدينه؟ كانت معنا الاستاذه شاق فضل وتحدثت عن يعني سوء حاله الناس هناك، يعني كيف يمكن، هل تتلقون دعم حكومي او يعني خطه اغاثه للنازحين او شيء من هذا القبيل؟ نعم، الوضع هو يعتبر عام في اليمن كله، والناس تعاني من جميع النواحي، بخصوص مديرية ذي نعم إلى هذه اللحظة لم نجد أي شيء حتى نقول أنه وصلنا، بالعكس فيه الآف أشياء ناقصة في المديرية، وفي هناك أمور تخص المديرية يعني تعاني المديرية منها من نقص في أكثر الأشياء، لكن حاولنا في شتى الطرق أن نجد حلول لهذه الأمور يعني بأبسط الطرق، وسعينا في هذا المجال والتقينا بدولة الأخرى في الوزراء وطرحنا عليه بعض الأشياء التي تخص المديرية وما تعانيه المديرية وأشياء كثيرة، لكن للأسف الشديد يعني ما تتكلم مع شخصية يعني كبيرة يعني يتكلم معك ويشكي لك أن الدولة نفسها يعني محرومة والشرعية تعاني من أشياء كثيرة. نعم. وشرح أن الوضع والتمس إن شاء الله مقبلين منهم الكفات
والدعم يعني ما يعانيه الناس، وعملنا بالله كبير. نعم، هل هناك اي توجيه باي ميزانيه تشغيليه او دعم عسكري او اي شيء، ام يعني ظلت المساله تبادل شكاوى يعني لا اقل ولا اكثر؟ انا في هذا الوقت الذي نمر فيه لا يوجد اي جديد بخصوص هذا الموضوع. في فتره من الفترات الفتره القريبه هذه يعني شكلت على اساس ان تضم المقاومه للجيش وتسعى على اساس تقصر من حصص كل مديريه، ومنحت لمديريها قبل ايام بسيطه عدد 330 شخص ينضموا الى تحت السطوح الشرعيه، وتكون دعمهم بصفه مستمره من الدوله. وان شاء الله نطمع ان يتنفذ هذا الشيء، يعني نامل من الله ان هذا الشيء يكون. ولكن من ناحيه انه يكون دعم عسكري ولا ان هناك يعني امل ان هناك دعم عسكري ولا تحرير المحافظه، الى هذه الساعه لا يوجد شيء. نعم، اذا شكرا جزيلا لك السيد جار الله العمري مدير مديريه دي ناعم وشقيق احد ضحايا الجريمه، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك سيادة العميد. سيادة العميد، يعني لو تحدثنا عن ملف الإغاثة والمعونات الإنسانية، أين موقع البيضاء برأيك؟ كان معنا الأستاذ جار الله ويعني تحدث عن أنه التقى بالسيد رئيس الوزراء وأن هناك يعني شرح له وضع المحافظة والمديرية بالذات، ولكن يعني قوبل أيضا ب يعني شكوى بحال الشرعية وكيف أن هناك لا ميزانية. يعني في ظل كل هذه يعني المشاكل التي تواجه الشرعية بدءا وتنعكس انتهاءا الى يعني ابناء المحافظة، كيف يمكن ان تتحدث؟ عزيزتي، المأساة اكبر من مديرية ذي ناعم. نعم. عزيزتي، من الشعر بيت بان البيضاء هي المحافظة الوحيدة التي لا توجد لها ميزانية تشغيلية، وهذا ما عانى منه الاخ المحافظ السابق الشيخ نايف القيسي على مدى العامين التي شغل فيها منصب محافظ المحافظه. وعندما كنا نتكلم معه كان يقول بالحرف الواحد انه انا محافظ بقرار جمهوري لكن لا املك حتى مرتبي الشخصي، لا ادخل مرتب المحافظ، ولا توجد ميزانيه تشغيليه للبيضاء عن بكره ابيها بجميع مديرياتها العشرين. فالمشكلة حجمها أكبر من مديرية ذي ناعم حقيقة الأمر في البيضاء. نعم. فهي مهمشة على جميع الأصعدة، وهناك يعني من سخرية القدر أن البيضاء لم يصلها الشيء أن يذكر من الإغاثة، بينما نسمع عن مركز سلمان للإغاثة يرسل شحنات كبيرة وأعداد هائلة إلى اليمن، إلا أن ما خصص في الإغاثة للبيضة تم تفجيره في بارف، وهي المحافظة الوحيدة التي تم تفجير الإغاثة المخصصة لها، ولم يوصل للمحافظة إلا شيئا لا يذكر، ولا نعلم حتى حقيقة الأمر من وصله. قد يكون وصل أعداد قليلة جدا، لكن تم تفجيرها في مارب، وكأن البيضة هذه خارجة عن جغرافية الجمهورية اليمنية. هم مشت البيضة إعلاميا، أنا أرأس مركز الإعلامي لمحافظة البيضة، وفيه أغلب إعلاميين وناشطي إعلاميين البيضة، لكن هو جهد ذاتي شخصي، لا يوجد لنا دعم لا معنوي ولا مادي ولا حتى كلمة شكر. لكن أبناء البيضاء يقومون بأدوار مجهودا ذاتي. نعم، وربما يعني نحن لا نستطيع نسيان هذه المحافظة ونحاول أن نتذكرها بين الفينة والأخرى، وشاكرين لكل جهود أبناء المحافظة. أنا حقيقة الأمر شكرتك شخصيا وشكرت القناة، كون قناة بلقيس هي من أكثر القنوات، بالإضافة إلى قناة الشرعية حقيقة الأمر وخادم الوطن، نشكره من خلال شاشتكم الشيخ صالح بن عامر البخيتي كثر الله خيره، يقوم من بين الفينة والأخرى ببعض تغطيات الفعاليات في البيضاء وقناة بلقيس. أما الآخرين عندما يسمعون اسم البيضاء أعتقد بأن هذا يسبب لهم نوع من الانزعاج، ولا ندري ما هو السبب. نرى الظلم ولا نعلم ما هو سبب هذا الظلم.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسين العمري رئيس المجلس الإعلامي لمحافظة البيضاء، كنت معنا عبر سكايب من ألمانيا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن يعني متابعتكم لنا، إلى أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من المساء اليمني. كونوا برعاية الله وأمنه.